زي ما كنت بقول لحضراتكم النهارده، احنا في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 اللي بتنظمه الحكومه المصريه، وعنوانه المهم جدا هو خارطه طريق لاقتصاد اكثر تنافسيه. كان في النهارده عندنا 13 جلسه، ال 13 جلسه بيتكلموا في موضوعات مختلفه، بنتكلم عن حديث عن بيئه الاستثمار المحلي، بنتكلم عن دور مصر الاقليمي في الطاقه المتجدده، بنتكلم عن صندوق مصر السيادي، بنتكلم عن الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في التعليم، في النقل، في الصحة، في الحديث عن السياحة، الحديث عن القطاع المصرفي. يعني عندنا موضوعات كتير جدا كانت بيتم طرحها النهاردة في الجلسات المختلفة للمؤتمر الاقتصادي في اليوم الثاني. خلونا نشوف هذا التقرير. تتواصل فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله بين التحديات والفرص خلال الفترة من 23 وحتى 25 من أكتوبر الجاري. المؤتمر نظمته الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة واسعة من نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. جلسات اليوم شهدت نقاشات واسعة للوصول لإطار عام لوضع استراتيجية لقطاع الصناعة لمدة 10 سنوات مقبلة، وتتضمن انعقاد 13 جلسة نقاشية وقطاعية بمشاركة مكثفة من كافة الجهات المعنية. الجلسة القطاعية ناقشت بشكل تفصيلي التحديات في كل قطاع بمشاركة جميع الأطراف المعنية واقتراح الحلول العملية لمواجهة هذه التحديات وصياغة خارطة طريق واضحة لهذه القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية. تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، علاوة على إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمى المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة وتسهيل عملية اطلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة. نروح لزميلنا محمد رياض مراسل اليوم واللي موجود حاليا في مقر اللي بيعقد في الجلسات الخاصه بالمؤتمر الاقتصادي. محمد رياض، مساء الخير. مساء الخير عليك ساره، كل التحيه ليكي ولمشاهدي دي ام سي. انقل لنا بقى ايه اللي بيحصل لحد دلوقتي منذ الصباح في جلسات المؤتمر الاقتصادي. يمكن منذ بداية اليوم سارة، النهاردة كان يوم مكثف من الجلسات، كان فيه 13 جلسة بتنعقد داخل أروقة المؤتمر. يمكن كل الجلسات كانت بتنعقد تحت محور رئيس وهو تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال. كان هناك جلسة رئيسية تتحدث عن وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعظيم سياسات التنافسية، وفي هذه الجلسة تحدث عدد كبير من الخبراء عن الملامح الخاصة بوثيقة سياسة الدولة، وتحدثوا أيضا عن ضرورة إيجاد العديد من المشروعات تحت سيادة الدولة، ولكن لابد من التمويل من القطاع الخاص. دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث وقال أن ليس دخول القطاع الخاص في المشروعات ليس بيع لهذه المشروعات، ولكن الاحتفاظ بأصول الدولة في هذه المشروعات، ولكن هناك بعض المشروعات تتطلب التمويل والتشغيل من قبل القطاع الخاص. وذكر جزء من هذه المشروعات مثل مشروعات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات ومشروعات الطاقة الهيدروجينية وموضوع النقل الجماعي ومشروع النقل الجماعي والتعليم. كل هذه المشروعات تتطلب دخول القطاع الخاص وبالتمويل والتشغيل مع الاحتفاظ بأصول الدولة. أيضا كان هناك جلسة خاصة بالتمويل والشراكة مع القطاع الخاص، وكانت تستهدف عمليات الشراكة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية لدعم
القطاع الخاص في البرامج التي تقوم بها الحكومة. أيضا الدولة المؤتمر كان هناك عدد من الجلسات التي وضعت الحكومة خطط لدعم مختلف القطاعات. كان هناك جلسة خاصة بدعم التعليم من قبل القطاع الخاص، كان هناك أيضا جلسة خاصة بوضع خارطة طريق من أجل دعم الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي، كان هناك أيضا جلسة خاصة بالطاقة المتجددة، وهناك جلسة خاصة بصندوق مصر السيادي وأيضا تعظيم القطاع الخاص. المدير التنفيذي لصندوق السيادي قال أن الصناديق السيادية أصبحت الآن عالمية، وهناك اتجاه في هذه الصناديق للطاقة الهيدروجينية والطاقة المتجددة، ومصر تعمل في هذا المجال وتريد أن تصبح في الريادة في الطاقة الهيدروجينية، ولذلك يتطلب دخول القطاع الخاص للتمويل في هذا المجال. أيضا دولة رئيس الوزراء تحدث في الجلسة الخاصة عن دعم قطاع التمويل في التعليم، تحدث أيضا عن الالتزام الدولة بمجانية التعليم، ولكن ضرورة دخول القطاع الخاص للخدمات التعليمية خاصة للطبقة المتوسطة. وأيضا دولة رئيس الوزراء تحدث عن هناك اتجاه في مصر لدعم الجامعات التكنولوجية في الفترة المقبلة، وقال أن الدولة اتخذت اتجاه في هذا المجال، 3 جامعات تكنولوجية، ولكن الفترة المقبلة سوف تشهد إنشاء 9 جامعات أخرى في هذا المجال. يمكن جلسات أغلبها انعقد ما عدا الجلسة الأخيرة التي سوف تنطلق بعد قليل، وسوف أوفيكي سارة بآخر التطورات من داخل القاعات. تفضلي. بشكرك محمد رياض مراسل اليوم من مقر المؤتمر الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة.